بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: سورة محمد، قال: وهي مكية، وهي 38 آيات. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قوله تبارك وتعالى: الذين كفروا، يعني جحدوا بتوحيد الله تعالى وبالقرآن، وصدوا عن سبيل الله، يعني صرفوا الناس عن دين الله، ويقال صرفوا الناس عن طاعة الله وهو الجهاد. أضل أعمالهم، يعني أبطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا. يعني الكافر قد يعمل من الصالحات، من الأعمال الصالحة والحسنات، ولكن هذه الأعمال كلها يبطلها الله عز وجل، بمعنى أنه لا يثيبه عليها في الآخرة، لا تنفعه يوم القيامة. أبطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا، لأنهم عملوا بغير إيمان، لأن شرط القبول، شرط قبول الأعمال والثواب عليها الإيمان. لذلك نجد القرآن دائما يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشرط صحة الأعمال وقبولها أن تكون مسبوقة أو مقرونة بالإيمان. قال: وكل عمل يكون بغير إيمان فهو باطل، بمعنى مبطل، لا يتعلق به ثواب يوم القيامة. كما قال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الكلبي: نزلت في هذه الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، قال: نزلت في مطعمي بدر من الكفار، يعني وهم رؤساء مكة الذين كانوا يطعمون الناس في حال خروجهم إلى بدر، يعني أنفقوا أموالهم في سبيل الصد عن دين الله، منهم أبو جهل والحارث بن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة وأبي وأمية بن خلف ومنبه ونبيه بن الحجاج وغيرهم. ويقال هذا في عامة الكفار، يعني في كل زمان. وهذا كقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني يأتي يوم القيامة الواحد منهم ظن أنه عمل من أعمال صالحات، إن كان يعتقد بالبعث بعد الموت بأن هذه الأعمال التي عملها في الدنيا تنفعه يوم القيامة. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الذين كفروا هم أهل مكة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأنصار. الذين آمنوا يعني صدقوا بالله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن،
وعملوا الصالحات يعني أدوا الفرائض والسنن، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في مثل حالهم يعني في كل زمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم، يعني صدقوا بما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق القرآن، وليس فيه باطل ولا تناقض. أيضا كفر عنهم سيئاتهم، يعني محى عنهم ذنوبهم التي عملوا في الشرك بإيمانهم، بسبب إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لله تعالى فيما يأمرهم به من الجهاد. فهنا يظهر لدينا واضحا كذلك معنى قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالإيمان رأس الحسنات، فالإيمان يذهب كذلك ما سبقه من ذنوب وآثام. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، يعني حالهم، أصلح بالهم يعني حالهم. وهذا قول قتادة، وقال مقاتل معنى أصلح بالهم أي بين أمورهم في الإسلام وعملهم وحالهم حتى يدخلوا الجنة، بين أمورهم في الإسلام. فصلاح البال، صلاح البال أن يعلم الإنسان، فمن صلاح البال والحال أن يعلم الإنسان ما أحل الله له فيعمل به، ويعلم ما حرم الله عليه فيجتنبه أو فيجتنبه. وروى مجاهد وأصلح بالهم يعني شأنهم، وقال القتبي كفر عنهم سيئاتهم أي سترها، وأصلح بالهم أي حالهم، ويقال أصلح بالهم يعني أظهر الله تعالى أمرهم في الإسلام حتى يقتدى به، يعني أعلى من شأنهم. وهكذا أحبابنا العمل الصالح، أنت عندما تكثر من العمل الصالح فتعرف به فيعلي الله عز وجل من قدرك فتصبح قدوة لغيرك، يأتسي الناس بك، يقتدي الناس بك لأنك تعمل الصالحات. ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكفار الكافرين وأصلح شأن المؤمنين، ما هو هذا المعنى؟ فقال ذلك بأن الذين كفروا، يعني ذلك الإبطال، بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني اختاروا الشرك وثبتوا عليه ولم يرغبوا في الإسلام. ويقال معناه لأنهم اختاروا الباطل على الحق واتباع الهوى على اتباع رضا الله سبحانه وتعالى، لذلك أبطل الله أعمالهم. وأن الذين آمنوا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا الحق من ربهم، يعني اتبعوا القرآن وعملوا به، ويقال معناه اختاروا الإيمان على الكفر واتباع القرآن واتباع رضا الله تعالى على اتباع الهوى. قوله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني هكذا يبين الله عز وجل صفة، يبين للناس صفة أعمالهم. ثم حرض المؤمنين على القتال فقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني يضربوا الرقاب، رقاب الكفار صار نصبا بالأمر، ومعناه يضربوا الأعناق ضربا. وروى وكيع عن المسعودي
عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، يعني بالحرق، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإنما بعثت بضرب الرقاب، بقطع الأعناق بالسيف، وشد الوثاق إذا كان في عندنا أسرى، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني حتى إذا قهرتم الكفار، قهرتموهم وأسرتموهم، فشدوا الوثاق، يعني فاستوثقوا أيديهم من خلفهم. ويقال الإثخان أن يعطوا أيديهم ويستسلموا، يرفعوا أيديهم هكذا ويتركوا القتال ويستسلمون. وقال الزجاج: حتى إذا أثخنتموهم، يعني أكثرتم فيهم القتل والأسرى بعد المبالغة في القتل. وقال مقاتل: حتى إذا أثخنتموهم بالسيف فظفرتم عليهم فشدوا الوثاق، يعني الأسر، فإما منا بعد، بعدما وقعوا في القتال، يعني عتقا بعد الأسر بغير فداء، بدون فلوس هكذا، فإما منا بعد وإما فداء، فداء يعني يفادي نفسه بماله، تدفع مثلا 1000 درهم نطلق سراحك. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإمام بالخيار في الأسرى، إن شاء فادى وإن شاء قتل وإن شاء استرق. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لا أفادي وإن طلبوا بمدين من ذهب، حتى لو دفعوا مقابل الشخص مدين من ذهب لا أفادي. وذكر عنه أيضا أنه كتب عليه في أسير التمسوا منه الفداء فقال: اقتلوه، لأن أقتل رجلا من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. هذا يعني يظهر الآن في سيد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم، أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو الليث رحمه الله: وقد كره بعض الناس قتل الأسير، واحتج بظاهر هذه الآية: فإما منا بعد وإما فداء. وقال أصحابنا: لا بأس بقتله بالخبر الذي، يعني استدلالا يعني بالخبر الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنه، وروي عن ابن جريج وغيره من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ابن خطل، عبد الله ابن خطل، وعبد الله هذا تعرفون قصته، أسلم ووظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباية الزكاة، فأرسله ذات يوم لجباية أموال الزكاة، وكان في المدينة، فحصل الإبل والأغنام وغير ذلك، وكان معه أحد الصحابة. فالظاهر أن هذا الصحابي طلب من عبد الله أن يصنع طعاما ليأكل، فقال له: لست عبدا عندك ولا أسيرا عندك، فقام فقتله، فقال: والله لن يسمعني، لن يغفر لي محمد. فساق الإبل وذهب إلى مكة وارتد،
وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذ أيضا مغنيتين تغنيان في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم وقتل يوم فتح مكة بعدما وقع في مناعة المسلمين، فهو كالأسير. وأما الفداء فإن فادوا بأسير من المسلمين فلا بأس، تعطونا واحد مشرك مسلم نعطيكم واحد مشرك، كما قال إبراهيم النخعي: إن شاء فاد بالأسير، وإن أراد أن يفتدى بمال لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن في رد الأسير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب فيكره ذلك، ولكن إن كان المسلمون بحاجة إلى مال لا حرج، كما يكره أن يحمل إليهم السلاح للبيع. ثم قال: حتى تضع الحرب أوزارها. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حتى يترك الكفار الشرك. إذن حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يترك الكفار الشرك، لأن هذه الحرب لا تقوم إلا بوجود المشركين، فما دام شرك يوجد قتال بين المسلمين والكفار. لذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام قال: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فمهما ظن يعني الآن بعض الناس يعني يروجون إلى إماتة وإزالة فكر الجهاد من أذهان المسلمين، لن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا ذلك، فإن سبحان الله فإن الجهاد كأنه مرتبط، يرتبط مباشرة، يدخل ويملأ قلب المؤمن بمجرد ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال هاتين الكلمتين صادقا بقلب صادق، سبحان الله، يقترن معها تماما حب الجهاد، حب القتال في سبيل الله، أو إذا ما قلنا حب القتال حب الجهاد، هو يؤمن بضرورته وبضرورة استمراريته، ويعلم أن استمرار هذا الدين عزيزا، وأن استمرار عزة أهله باستمرارية الجهاد. فإذا ترك المسلمون الجهاد استزلهم الناس، استزلهم أعداؤهم، كما هو الحال في أيامنا هذه، كما هو الحال في أيامنا هذه. نسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. إذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: حتى يترك الكفار الشرك ويوحد الرب تبارك وتعالى حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، يعني في الذمة، أو مسالم يعني في الذمة، أو يعني في ذمة المسلمين، يعني الذين يعطون الجزية. وعن سعيد بن جبير قال: حتى تضع الحرب أوزارها، قال: خروج عيسى عليه السلام. يعني المراد بالحرب هنا، قال المراد يعني أن يوضع المراد بوضع الحرب هنا خروج سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه بخروج عيسى عليه السلام كما سيأتي معي الآن يكسر الصليب ويذبح الخنزير، ولا يبقى، لا يبقى إلا الإسلام. يكسر الصليب فيلقى الذئب الغنم فلا يأخذها، ولا تكون عداوة بين اثنين، وهكذا قال مجاهد. وقال مقاتل: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني في مكان
يقاتل في مكان يقاتل في مكان يقاتل سماهم حربا، يعني المراد كأن مقاتل ماذا يقول، وكذلك سيأتي عن قتادة نفس المعنى، يعني المراد بالحرب هنا من يقاتلهم، المراد بالحرب حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يضع من يقاتل المسلمين أو من يقاتلهم المسلمون حتى يضعوا أوزارهم، حتى يضعوا أوزارهم. فسماهم حربا، سمى من يقاتل المسلمين سماهم حربا. فإذا هنا حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يضع من يقاتل المسلمين أو من يقاتلهم المسلمون حتى يضعوا أوزارهم، يعني أسلحتهم. المراد بالأوزار هنا الآن الأسلحة، جمع وزر، والأصل الوزر هو الحمل، الحمل والثقل، لذلك سمي الإثم وزرا، لأنه يكون حملا وعبئا ثقيلا على صاحبه يوم القيامة. الله. وقال القتبي حتى تضع الحرب، يعني حتى يضع أهل الحرب، لاحظ، السلاح، يعني من يقاتلهم المسلمون. وقال قتادة حتى تضع الحرب أوزارها، يعني في كل مكان تقاتل أو يقاتل سماهم حربا. العبارة فيها ركة ركيكة، لعل فيها خطأ في الطباعة أو خطأ من النسخ، ولكن المراد كما ذكرنا لكم. ثم قال الله عز وجل ذلك، يعني افعلوا ذلك، يعني اضربوا أعناق الكفار، قاتلوا المشركين حيثما وجدتموهم، لا تأخذكم بالكفار رأفة ولا رحمة. ثم استأنف فقال ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، يعني يهلكهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني لم يهلكهم لكي يختبركم بالقتال حتى يتبين فضلكم وتستوجبوا الثواب. ثم قال والذين قتلوا في سبيل الله، يعني جاهدوا عدوهم في طاعة الله، فلن يضل أعمالهم، يعني لن يبطل ثواب أعمالهم. قرأ أبو عمرو والذين قتلوا بضم القاف بغير ألف، وهكذا روي عن عاصم في إحدى الروايتين، يعني الذين قتلوا يوم أحد ويوم بدر وفي سائر الحروب. وقرأ الباقون والذين قاتلوا في سبيل الله بالنصب، يعني بفتح القاف، قاتل يعني جاهدوا الكفار وحاربوهم، جاهدوا الكفار وحاربوهم. ثم قال سيهديهم، يعني يجنبهم من أهوال الآخرة، ويقال سيهديهم يعني يثبتهم على الهدى ويصلح بالهم، وقد ذكرناه، ويدخلهم الجنة في الآخرة عرفها لهم، يعني هداهم الله تعالى إلى منازلهم. يعني أنت الآن، أنا الآن إذا أردت أن أسافر مثلا إلى المدينة المنورة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يكرمنا جميعا بزيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، اتصل بالتليفون وأقوم بحجز بالفندق، أذهب إلى المدينة، قد أمكث ساعة ساعتين ثلاثة وأنا أبحث عن الفندق الذي سأذهب لا أعرفه. قال في الجنة؟ لا، بمجرد ما دخلت الجنة تذهب لوحدك إلى بيتك، إلى قصرك، إلى المكان الذي خصص لك، معروف
وكأنك عشت فيه وكأنك تعرفه من زمان بعيد. عرفها لهم واضحة معروفة لديك تماما، هذا بيتك وهذا طريقك وهذا قصرك وهذه جنتك وهذا مكانك. الله، يعني هداهم الله تعالى إلى منازلهم. وروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن لأهل الجنة في دخولها لأحدهم أهدى، أي أعرف بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. وعن ابن مسعود أنه قال: ما أشبههم إلا بأهل الجمعة، أشبه أهل الجنة لما يدخل الجنة أشبههم بأهل الجمعة عندما ينتهي الخطيب من الخطبة ويخرج الناس من المساجد. ما يحتاج واحد منا أن يرشده مرشد إلى مكان بيته، يذهب لوحده. قال: حين انصرفوا من جمعتهم، يعني إن كل واحد منهم يهتدي إلى منزله. وقال الزجاج في قوله: سيهديهم ويصلح بالهم، أن يصلح لهم أمر معايشهم في الدنيا مع ما يجازيهم في الآخرة. وهذا كما قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويقال: عرفها لهم، أي طيبها لهم. يقال: طعم معرف، عفوا، طعام معرف، أي مطيب. ثم حث المؤمنين على الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن تنصروا دين الله بقتال الكفار ينصركم بالغلبة على أعدائكم. أحبابنا، ينبغي أن نعلم وأن يعلم كل من يصعد المنبر وكل من يدعو إلى الله عز وجل مخلصا، ينبغي أن يعلم أن هناك أساسيات في الدين لا ينبغي أبدا أن يهمل الخطباء والوعاظ والدعاة، لا ينبغي لهم أن يهملوا ذكرها، لأنهم إن أهملوا ذكرها أميتت وذهب تأثيرها من نفوس الناس. من ذلك الجهاد، الجهاد لا يذكر على المنابر، وهناك أشياء كثيرة جدا العلماء والدعاة قصروا في ذكرها على المنابر والحديث عنها. لذلك الناس الآن اعتادوا على كثير. بالأمس القريب كنا نتكلم مع بعض الإخوة حول موضوع الموسيقى، حول موضوع السماع للموسيقى. ماذا قال؟ يعني قال لي كلاما غريبا، هو يعتبر هو أساس معه أظن دكتوراه في الشريعة، وهو عنده طلاب وإلى آخره، يعني هو شيخ يشتغل في الدعوة. ماذا قال أحبابنا؟ قال كلاما والله يعني يؤلم القلب والله. قال: أنا، يتحدث عن نفسه، قال: أنا أرفض تماما وأكره تماما ما يسمى باحتفالات الإنشاد الديني في مناسبات النساء. ما المانع أن يضعوا الموسيقى وتجتمع النساء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الموسيقى التي كان لعهد قريب قبل 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة وكأن الإجماع انعقد على تحريمها، ما كنا نسمع موسيقى قبل 50 سنة، يعني كان في بيوتاتنا ما كنا نسمعها. فقبل 60 أو 70 سنة، فلما ترك الدعاة إلى الله عز وجل التحذير من هذه الأمور، الاختلاط مثلا، وهكذا أمور كثيرة جدا، لما يقصر الدعاة في ذكرها وتحذير الناس منها، الناس يفعلونها حتى يعتبرها البعض أنها غير محرمة. مصافحة الرجال للنساء كثير من المسلمين، واحتج لي بالأمس القريب احتج لي بعضهم بأن بعض المشايخ الدكاترة يصافح
النساء والمريدات عنده على أساس أنه كبير في السن. كم عمره؟ 60 سنة. قال 60 سنة كبير في السن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي قادنا بهذا أحبابنا قوله: ثم حث المؤمنين على الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا. لذلك الواجب على الداعي إلى الله عز وجل أن ينظر في المجتمع في محيطه، ما هو الشيء الذي قصر فيه إخوانه أقاربه المجتمع من حوله. ينبغي عليه أن يذكره وأن يحرض الناس على فعل الخير الذي تركوه، وأن يحذرهم من فعل المعصية التي أقبلوا عليها، وأن يبين لهم ذلك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، لأنه ما تكرر تقرر. عندما تكرر عليهم أن هذا الفعل حرام يتقرر عندهم، يتقرر أنه حرام. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن تنصروا دين الله بقتال الكفار. والله يا سيدي، هذه الأناشيد، الشيخ عمار يقول: ما حكم الأناشيد التي فيها الموسيقى؟ الفقير: لا أجيز السماع للموسيقى ولا أفتي بجوازها أبدا. على العكس، هذا الأناشيد التي فيها ذكر لله عز وجل، هذا يعصي الله، يعني هذا أشد إثما، أشد وزرا. أنا أمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويكون مدحي متلبسا بالمعصية، متلبسا بهذه المعصية. الموسيقى حرام، فأنا أثناء المديح، أثناء الوعظ يضعون موسيقى أحيانا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. هناك الآن ندخل على اليوتيوب الآن في 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 قصائد وأناشيد كثيرة جدا خالية تماما من المعازف والموسيقى، والله تجعل القلب رقيقا وتملأ القلب والنفس سكينة وطمأنينة، لأنها خالية من المنكر. فالموسيقى منكر، أقرنه بمديح النبي عليه الصلاة والسلام أو بذكر الله عز وجل، هذا إثم لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. والطامة الكبرى أن بعض الناس أو كثير الآن يأتون بالمعازف إلى المساجد، يأتون بالمعازف إلى المساجد في وقت كان الناس لا يتجرؤون أن يأتوا بالدف إلى المسجد. قصر الدعاة بالوعظ والإرشاد وتحذير الناس من هذه المعاصي والذنوب والآثام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا من يسمع كلامي هذا يقول عني إنسان متشدد أو متخلف أو جاهل، ربما يقول ينعتني، مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك، واضحة تماما. وعلماؤنا أشياخنا، الذين نشأت عندهم، هذا كلامهم. وعجبي واستغرابي من تلامذتهم أنهم يقولون خلاف قول أشياخهم وينهجون خلاف منهج أشياخهم. والله أنا أستغرب تماما، أتعجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ينصركم بالغلبة على أعدائكم ويثبت أقدامكم فلا تزل في الحرب. ثم قال الله تعالى: والذين كفروا تعسا لهم، يعني بعدا ونكسا وخيبة لهم، وهو من قولك تعست أو تعست، أي عثرت وسقطت. وأضل أعمالهم، يعني أبطل ثواب أعمال حسناتهم، فلم يقبلها منهم. ثم بين المعنى الذي أبطل به حسناتهم فقال: ذلك، يعني ذلك الإبطال، بأنهم كرهوا ما أنزل الله، يعني أنكروا وكرهوا الإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فأحبط أعمالهم، يعني ثواب أعمالهم. ثم خوفهم ليعتبروا
فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض، يعني أفلم يسافروا في الأرض فينظروا، يعني فيعتبروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني كيف كان آخر أمرهم، كيف كان آخر أمر من عصى الله عز وجل. دمر الله عليهم، يعني أهلكهم الله تعالى بالعذاب. وللكافرين أمثالها، يعني للكافرين من هذه الأمة أمثالها من العذاب، وهذا وعيد لكفار قريش. ثم قال: ذلك، يعني النصرة التي ذكر الله في قوله إن تنصروا الله ينصركم، ذلك بأن، لماذا ينصر الله عباده المؤمنين؟ قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني إن الله تبارك وتعالى ناصر، ناصر أوليائه بالغلبة على عدوهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ناصر لهم ولا ولي لهم، لا تنصرهم آلهتهم ولا تمنعهم مما نزل بهم من العذاب. ثم ذكر مستقر المؤمنين ومستقر الكافرين، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وقد ذكرناه، والذين كفروا يتمتعون، يعني يعيشون بما أعطوا في الدنيا، ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم هم إلا الأكل والشرب والجماع، والنار مثوى لهم، أي منزلا ومستقرا لهم. لاحظ: ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم إلا هم إلا الأكل والشرب والجماع. لننظر نظرة سريعة على واقع المسلمين في هذه الأيام، ماذا نجد؟ آخر شيء يفكر فيه كثير من المسلمين أحكام الحلال والحرام، آخر شيء يفكر فيه إقامة دين الله في بيته، لا أقول في مجتمعه، في بيته. تجد كثير من بيوتات المسلمين لا صلاة فيها، لا ذكر فيها، لا يقرأ القرآن، تفعل فيها المنكرات، وإن وجد واحد قد التزم يعيش غريبا، يحرق بنار الغربة، يقطع بسبب غربته بين أبيه وأمه وإخوته وأخواته. هذا حال كثيرين، همهم الطعام والشراب والجماع، نسأل الله العافية. قل أولئك الذين يغتمون إذا مضى يوم وما قرأوا القرآن الكريم، ما قرأ جزء. بعض الناس بيقرأ كل يوم 5 أجزاء، في المساء يقول لزوجته مثلا: أنا اليوم أشعر نفسي مخنوق. غير خير، ما بك، قرأت اليوم 4 أجزاء. يشعر نفسه مخنوق لأنه قرأ 4، هو يقرأ 5 باليوم، يقرأ باليوم 10 أجزاء. والله حدثت عن امرأة صالحة تقرأ كل يوم ختمة، كل يوم ختمة كاملة. نعم، فسبحان الله، أنا أردت أن أجرب هذا الأمر. طبعا هي ما عندها مشاغل، ولكن هذا الأمر ليس عسيرا، هذا الأمر أنا ما قرأت ختمي في يوم واحد، بس أنا حاولت أن أعيش هذا الواقع، يعني أنه أنا أريد أن أشغل جل وقتي بقراءة القرآن. إذا كان القرآن في ذهنك متمكن أنت منه، تستطيع أن تقرأه في صلاتك وأنت قاعد بشكل، يعني تستطيع أن تقرأ ختمتين في اليوم إذا كنت متمكنا من القرآن. فهذه التي تقرأ ختمة في اليوم، أنا ما أقول في كل بيت يوجد واحدة، لو وجد في كل حي واحد مثل هذه المرأة تقرأ كل يوم ختمة لكانت الأمة في خير عظيم. أما أن تخلو الأسرة كلها من قراءة القرآن، والله هذه أم الطامات، طامة الطامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله. قوله تعالى: وكأي من قرية، يعني وكم من قرية فيما مضى، يعني أهل قرية، هي أشد قوة، يعني أشد مناعة، وأكثر عددا، وأكثر أموالا،
يعني شرع الآن الباري عز وجل في تهديد بنوع من أنواع التهديد الشديد والوعيد لكفار مكة بسبب تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكأي من قرية هي أشد قوة، يعني أشد مناعة وأكثر عددا وأكثر أموالا من قريتك التي أخرجتك، يعني أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى المدينة، أهلكناهم، يعني عذبناهم عند التكذيب، فلا ناصر لهم، يعني لم يكن لهم مانع مما نزل بهم من العذاب. وهذا تخويف وتهديد كما قلنا لأهل مكة. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، هل هذا كهذا؟ هل من يمشي وراء الهدى بهدى الله كمن يمشي بهواه ونفسه وشهوته؟ قال مقاتل والكلبي: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي على بينة من ربه، وأبا جهل ابن هشام، يعني لا يكون حال من كان على بيان من الله، بصيرة ويقين في أمر الله ودينه، لا يكون حال من كان على بيان من الله تعالى كمن زين له قبح عمله واتبعوا أهواءهم بعبادة الأوثان. ويقال هذا في جميع المسلمين وجميع الكافرين، لا يكون حال الكفار مثل حال المؤمنين في الثواب. قوله تعالى: مثل الجنة، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون الذين يتقون الشرك والفواحش، فيها أنهار من ماء غير آسن، قرأ ابن كثير من ماء غير أسن بغير مد، والباقون بالمد، ومعناهما واحد، يعني ماء، يعني ماء غير منتن ولا متغير الطعم والريح، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه إلى الحموضة كما يتغير لبن أهل الدنيا عن الحالة الأولى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني لذيذة لا تذهب العقول كخمر الدنيا، ويقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فخمرة الآخرة متعة ولذة وطعم ومذاق رائع لا تذهب العقول، وأنهار من عسل مصفى ليس فيها العكر ولا الكدورة ولا الدردي كعسل أهل الدنيا. قال مقاتل: هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل الجنة، ويقال من تحت شجرة طوبى إلى أهل الجنة. طوبى هذه الشجرة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربط ثوابها بكثير من الأعمال الصالحة. الله. ولهم فيها من كل الثمرات، يعني من ألوان الثمرات، ومغفرة من ربهم لذنوبهم في الآخرة، ويقال في الدنيا: كمن هو خالد في النار، يعني هل يكون حال من هو في هذه النعم كمن هو في النار أبدا، وسقوا ماء حميما، يعني حارا قد انتهى حره، فقطع أمعاءهم من شدة الحر فذابت أمعاؤهم، كقوله تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود. ثم قال: ومنهم، يعني من المنافقين، من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ كانوا مع بعض في المجلس يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فبعدما خرجوا يقول هؤلاء المنافقون للعلماء من الصحابة سخرية واستهزاء: ماذا قال آنفا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة وعاب في خطبته المنافقين، فلما خرجوا من عنده قال بعض المنافقين لعبد الله بن مسعود:
وهو الذي أوتي العلم، ماذا قال آنفا؟ يعني الساعة، هو سمع وعرف ماذا قال، ولكن قاله على جهة الاستهزاء. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم مجازاة لهم واتبعوا أهواءهم، يعني عملوا بهوى أنفسهم. ثم ذكر المؤمنين المصدقين فقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني آمنوا بالله تعالى وأحسنوا الاستماع إلى ما قال صلى الله عليه وسلم، زادهم هدى. أنت عندما تقبل على الله عز وجل بعمل صالح، كن على يقين، كن على يقين بأن الله عز وجل سيزيدك صلاحا وسيزيدك أعمالا صالحة. زادهم هدى، قال يعني بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم. ويقال زادهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى. ويقال زادهم قول المنافقين واستهزاؤهم هدى، يعني تصديقا وثباتا على الإسلام وشكر الله تعالى. وآتاهم تقواهم حين بين لهم التقوى. ويقال ألهمهم قبول الناسخ وترك المنسوخ. قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة، أي قيام الساعة، المنافقون هل ينظرون إلا قيام الساعة، يعني فما ينتظر قومك إن لم يؤمنوا إلا الساعة، يعني قيام الساعة، أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة، فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، وهو انشقاق القمر والدخان وخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مكحول عن حذيفة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أشراط، تقارب الأسواق يعني كسادها، ومطر ولا نبات، يعني مطر في غير حينه. لاحظوا أحبابنا، مطر ولا نبات، يعني الآن نحن في الشهر السادس، تخيل أن الأمطار الآن هنا في مصر تنزل أمطار، ونحن في الشهر السادس في الصيف، نحن الآن في الصيف تنزل الأمطار وتفشو الفتنة وتظهر أولاد البغية، أولاد الزنا يظهرون على غيرهم، أي ينتشر الزنا أيضا، ويعظم رب المال، وتعلو أصوات الفسقة في المساجد، ويظهر أهل المنكر على أهل الحق. ثم قال: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني من أين لهم التوبة إذا جاءتهم الساعة. وقال قتادة: فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة. وقال مقاتل: فيه تقديم، يعني أن لهم التذكرة والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها. ثم قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.